سيد عادل عبد المهدي صدر أوامر وهو ما يقعد يركض وراء الضباط بهذه الأمور، هنالك إهمال، هنالك يعني سوء تطبيق للعديد من القرارات. ما يصير احنا كل ساعة نرجع على القائد العام للقوات المسلحة السابق واللومه على هذه الأمور، يعني احنا عندنا إهمال بالعراق، خلينا نعترف. من المؤكد تماما لأننا لسنا أمام منظومة عسكرية متكاملة ذات عقيدة وطنية، معلوم تماما طريقة حقيقة إهانة المؤسسة العسكرية من خلال تولي قادة الدمج، الضباط الدمج الذين لا يمتلكون لا حرفا ولا اسما من عملية العسكرة وإدارتها للمؤسسات العسكرية، ومن يدير الآن العملية العسكرية في العراق هم ضباط الدمج، هم من يمتلكون القرار وهم من يقررون، وهم بالتالي حتى الضباط الذين رجعوا إلى العمل هم تحت أمرة هؤلاء. يا أخي يا أستاذ أحمد، شلون ضباط دمج؟ أستاذ عبد القادر أبو تراب، أبو تراب شنو رتبته العسكرية؟ أنا أسألك أبو تراب، يعني من أي كلية عسكرية تخرج وهو قائد لواء الرد السريع؟ من أي كلية عسكرية تخرج أبو تراب؟ يا صار صح 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 كلامك. ما هو هذا نقوله، بس أنت جبت أبو تراب. أوكي، أبو تراب قائد فرقة، قائد قوات الرد السريع. أنا أرجع لك أبدي لك من جمعة عناد، عثمان الغانمي، عبد الامير يالله، دول هل يمتلكون القرار؟ قائد قوات البريه يا ساسر محمدي، هل يمتلكون القرار؟ كلهم ترى من خيرة الضباط. ماشي، هل يمتلكون القرار العسكري؟ ما هو السؤال، القرار العسكري بيد ضابط الدمج لو بيد هؤلاء؟ لا بيد هؤلاء، لا قطعا لا قطعا. اسال جمعه عناد، اذا لم يقل لك جمعه عناد مجرد موظف في وزاره الدفاع. استاذ سرمد اذا تسمح بس، يعني خلي الاستاذ عبد القادر النايل يعني لكن مقاطعته محترمه واضاف. استاذ سرمد بس اكتب ملاحظاتك واحنا ارجع لك بالتاكيد للرد على هذا الموضوع. استاذ احمد تفضل. استاذ عبد القادر تفضل. مقاطعته للاستاذ سرمد محترمه وراقيه جدا، هو اشاد بوجود ضباط، لكن هل السؤال القرار بيد الضباط؟ هل هيكلة رئاسة الأركان من ضباط محسوبين على ائتلاف سياسي دون البقية وقانون القانون العسكري والقانون العملية السياسية كلها مبنية على قوانين التوازن الحزبي وحتى الطائفي في العملية السياسية؟ السؤال لماذا يتم إعطاء رئاسة أركان وكل أصناف رئاسة الأركان من ائتلاف سياسي واضح دون بقية الأطراف السياسية؟ مؤكد تماما لو كان الضباط هؤلاء الذي ذكرهم بيدهم القرار ما سمحوا بهذه القضية.